السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالسويد للأسف أصبح من المعتاد العثور على أشخاص كبار في السن توفوا بعد عدة أشهر أو بعد سنوات من وفاتهم. واليوم تداولت صحف السويدية قصة رجل بالثمانينات من العمر تم العثور على جثته بعد وفاته بحوالي العامين بأحد ضواحي مدينة يوتوبوري غرب السويد. اكتشاف جثة الرجل جاء بالصدفة لما مصلحة جباية الضرائب قررت أنها تبيع بيت الرجل بسبب الديون المتراكمة عليه. وأثناء أحد الزيارات لأحد الأشخاص اللي بده يشتري هذا البيت اكتشف وجود الجثة. الغريب بالموضوع أنه في عدة أشخاص شافوا البيت من قبل، وحتى مصلحة جباية الضرائب لكرونو فوقدين بالإضافة إلى الشركة اللي قيمت قيمة هذا البيت اللي مساحته حوالي 40 متر. وبعد التواصل مع ابنة الشخص المتوفي قالت انه هي لحد الان ما انا مستوعبة شو اللي صار مع ابوها. وقالت كمان بتصريح لصحيفة داغنس نهتر انه هي كانت على تواصل سيء مع ابوها ومن زمان ما كان في اي تواصل بيناتهم، واخر مرة من حوالي 4 أو 5 سنوات بعثت له رسالة على امل انه يضل في تواصل بينهم، لكن ما حصلت على اي جواب منه. الرجل تم العثور عليه تحت سريره متوفى، كان أشبه بالمومياء بحسب وصف موظفي مصلحة جباية الضرائب لكرون وفوكلين. وأما تقرير الطبيب الشرعي فأكد أن الوفاة طبيعية، ما في أي شبهات حول وجود جريمة أدت لوفاة هذا الرجل. وبررت مصلحة جباية الضرائب عدم العثور على جثة الرجل في وقت مبكر أنه هني مو من صلاحيتهم يلمسوا أو يغيروا أي شيء بالبيت طالما ما انتقلت ملكيته. طبعا هذه القصة المأساوية جرت في شهر آب أغسطس الماضي، وتم بيع بيت الرجل في وقت لاحق من قبل مصلحة جباية الضرائب.